متواصل. سالم بن علي الحبسي أيضا يدعمنا بصوته الجميل للعشرة كيلومترات، أتمنى له التوفيق والنجاح. شكرا للزميل نايب سعود البلوي. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. التحية تتجدد من هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، في انطلاقة أشواط الكبار، في انطلاقة أشواط القدرة لمسافة العشرة كيلومترات، في انطلاقة أشواط السيارات العشرون التي رصدت لأربعة أشواط. شاهدنا الشوط الرئيسي الأول ذهب مع هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، وينطلق على بركة الله الشوط الخاص أيضا بالزمول، والشوط الرئيسي الخاص بالزمول أصحاب السمو والشيوخ. إذا مشاهدين الأعزاء أيضا نذكر بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة أيضا بهجن أبناء القبائل بانطلاقة أيضا السيف الغالي، سوف تكون بمشيئة الله وتوفيقه في تمام الساعة 2:30 بعد ظهر هذا اليوم. على البركة مشاهدين الأعزاء، هنا الانطلاق، ونذكر بسيارات هذا الشوط الذي سوف يحصل على المركز الأول رينج روفر، بينما المركز الثاني لكسس ستيشن، والمركز الثالث لاند كلوزر في 8 ستيشن، والمركز الرابع لاند كلوزر ستيشن، والمركز الخامس فورد ستيشن. هكذا الانطلاق، ومن المركز السادس وحتى المركز العشرون الجوائز النقدية المجزية. على البركة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نسير إلى مقدمة الشوط، ننطلق مع هذا الشوط، نسير أيضا مع هذه الجوائز المعروضة هنا على قناة ياسر الرياضية. مباشرة إلى المركز الأول، نشوان من هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير من قدم لنا لمعة يأتي مع نشوان. هنا الوصول على المركز الثاني، الانطلاق هنا من شاهين لهجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما هنا ياتي البترول على المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس الينيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الرابع ياتي مغامر من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس الانطلاق من شاهين لهجن الرياسة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي. المركز السادس في هذه اللحظات مليح من هجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير. المركز السابع يتدخل في هذه اللحظات نشاب لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثامن هنا الوصول في هذه اللحظات من كفو لهجن الرياسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، بينما هنا في هذه اللحظات آخذ المركز التاسع يتواصل في تاسع المراكز. هنا أيضا صغان لسمو الشيخ ذياب بن زيد بن محمد آل نهيان آخذ المركز العاشر في هذا النداء الرائع. المركز العاشر هنا فريح ياتي لهجن الرياسة مبارك بن احمد بن مايد الخيلي، بينما المركز الحادي عشر ايضا ياتي برق لهجن الرياسة احمد بن مايد الخيلي. ناخذ المركز الثاني عشر، الوصول هنا من سمران لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم. هنا المركز الثالث عشر يتدخل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء سلهود لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم، بينما هنا المركز الرابع عشر الانطلاق من مكلف لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد احمد بن سعيد بن بروك الحميري. هنا نتواصل الى المركز الخامس عشر طماع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. هنا ناتي في المركز السابع عشر الوصول من بحر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن طالب بن شريم. المركز الثامن عشر وصل هنا هملول لهجن الرياسة ياتي
علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز التاسع عشر الوصول من الداب، والمركز ايضا العشرون يتدخل الحذر بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف اللاحج الهاجري المنتشي ينطلق في هذا الانطلاق الرائع كما شاهدنا قدم براقة في الشوط الماضي واستطاع ان يحصل على المركز الثالث. هنا مشاهدين الاعزاء نيدان الاول للعشرين ايضا مركز متقدم. اعود الى الصدارة، اعود والعود احمد الى مقدمة الشوط الى المركز الاول ليجد هذه الاسماء القوية شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الاول. يتواجد ايضا راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم شعار هجن الرياسة، ولكن ابو سلطان في هذه اللحظات غير مع ايضا شاهين لهجن الرياسة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي. يلا يا ابو سلطان، الشوط الماضي اتى ايضا من المراكز الخلفية وتدخل في الامتار المجنونة، غير السيناريو في هذا الشوط، اشكرك يا ابو سلطان. وذهب الى المقدمة من البداية هنا ليقدم شاهين المركز الثالث. البترول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بقميص الينيبي المركز الرابع. مغامر ياتي لهجن العاصفة، هنا حمد بن راشد بن غدير. والمركز الخامس الوصول من نشوان لهجن العاصفة، يتواجد حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز السادس يتواجد في هذه اللحظات كفو لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز السابع الوصول في هذه اللحظات على سابع المراكز، ياتي صوغان لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل الهيان الصادق فضل الامين. يلا يا الصادق، نباها تصدق مثل امس، نباها تصدق مثل امس مثل ما قدمت ايضا خمس نقاط ذهبية مع هذا الشعار الذي يحمل هذه النجمة العيناوية كما شاهدنا ايضا الخميسة في منافساتها وحصلت على شرف المركز الرابع في الشوط الرئيسي ايضا والشوط المفتوح الخاص بانطلاقته هجن اصحاب السمو الشيو. نواصل هنا يا القمري، وصلنا الى المركز السابع والثامن. الثامن هنا نشاب لهجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير، بينما الوصول من سمران ياتي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. فيصل بن طالب بن شريم ياتي على المركز التاسع. المركز العاشر ايضا مكلف لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد احمد بن سعيد بن بروك الحميري. والمركز هنا الحادي عشر وصل في هذه اللحظات، هنا تدخل اللي هو برق لهجن الرياسة احمد بن مايد الخيلي. المركز الثاني عشر مليح من هجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. الوصول هنا الى المركز الثالث عشر، الحذر لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. يتواجد مطر بن سيف اللاحج الهاجري. المركز الرابع عشر يتدخل هنا سلهود لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يتواجد ايضا فيصل بن طالب بن شريم. نتدخل الى المركز الخامس عشر لنجد هملول لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي. وصلنا الى المركز السادس عشر، الداب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. يتواجد مطر بن سيف اللاحج الهاجري. المركز السابع عشر بحر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن طالب بن شريم. بينما المركز هنا وصلنا الى هذه اللحظات الى المركز الثامن عشر مع طماع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في المركز الثامن عشر. والمركز التاسع عشر ياتي في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يقدم الأسد، بينما هناك الاسم الآخر المنطلق في هذه اللحظات ياتي على المركز العشرون العارض لسمو الشيخ مكتوم بن محمد المكتوم. يتواجد خليفة بن خميس الغويس السويدي. هكذا النتيجة وهكذا نداءنا ايضا الثاني. عدنا الى الميدان بعدما ايضا ذهبنا في جولة ايضا لاكتشاف مواقع عاصمة الميادين، رحلة في هذا اليوم والتي تاتي هذه الرحلة ايضا في السنة مرة واحدة بالفعل. ذهبنا لايضا نتجول في اجواء العشرة كيلومترات، نعود ايضا الى الميدان، نعود الى الميدان
ولكن الصدارة المركز المتواصل. سالم بن علي الحبسي أيضا يدعمنا بصوته الجميل للعشرة كيلومترات، أتمنى له التوفيق والنجاح. شكرا للزميل نايب سعود البلوي. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. التحية تتجدد من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاقة أشواط الكبار، في انطلاقة أشواط القدرة لمسافة العشرة كيلومترات، في انطلاقة أشواط السيارات العشرون التي رصدت لأربعة أشواط. شاهدنا الشوط الرئيسي الأول ذهب مع هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، وينطلق على بركة الله الشوط الخاص أيضا بالزمول، والشوط الرئيسي الخاص بالزمول أصحاب السمو والشيوخ. إذا مشاهدين الأعزاء أيضا نذكر بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة أيضا بهجن أبناء القبائل بانطلاقة أيضا السيف الغالي، سوف تكون بمشيئة الله وتوفيقه في تمام الساعة 2:30 بعد ظهر هذا اليوم على البركة. مشاهدين الأعزاء هنا الانطلاق، ونذكر بسيارات هذا الشوط الذي سوف يحصل على المركز الأول رينج روفر، بينما المركز الثاني لكسس ستيشن، والمركز الثالث لاند كلوزر في 8 ستيشن، والمركز الرابع لاند كلوزر ستيشن، والمركز الخامس فورد ستيشن. هكذا الانطلاق، ومن المركز السادس وحتى المركز العشرون الجوائز النقدية المجزية على البركة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نسير إلى مقدمة الشوط، ننطلق مع هذا الشوط، نسير أيضا مع هذه الجوائز المعروضة هنا على قناة ياسر الرياضية مباشرة إلى المركز الأول. نشوان من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، من قدم لنا لمعة يأتي مع نشوان. هنا الوصول على المركز الثاني، الانطلاق هنا من شاهين لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما هنا ياتي البترول على المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس الينيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الرابع ياتي مغامر من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس الانطلاق من شاهين لهجن الرياسة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي. المركز السادس في هذه اللحظات مليح من هجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير. المركز السابع يتدخل في هذه اللحظات نشاب لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثامن هنا الوصول في هذه اللحظات من كفو لهجن الرياسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، بينما هنا في هذه اللحظات أخذ المركز التاسع يتواصل في تاسع المراكز. هنا أيضا صغان لسمو الشيخ ذياب بن زيد بن محمد آل نهيان أخذ المركز العاشر في هذا النداء الرائع. المركز العاشر هنا فريح ياتي لهجن الرياسة مبارك بن احمد بن مايد الخيلي، بينما المركز الحادي عشر ايضا ياتي برق لهجن الرياسة احمد بن مايد الخيلي. ناخذ المركز الثاني عشر، الوصول هنا من سمران لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم. هنا المركز الثالث عشر يتدخل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء سلهود لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم، بينما هنا المركز الرابع عشر الانطلاق من مكلف لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد احمد بن سعيد بن بروك الحميري. هنا نتواصل الى المركز الخامس عشر طماع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. هنا ناتي في المركز السابع عشر الوصول من بحر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن طالب بن شريم. المركز الثامن عشر وصل هنا هملول لهجن الرياسة ياتي
علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز التاسع عشر الوصول من الداب، والمركز ايضا العشرون يتدخل الحذر بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. مطر بن سيب اللاحج الهاجري المنتشي ينطلق في هذا الانطلاق الرائع كما شاهدنا، قدم براقة في الشوط الماضي واستطاع ان يحصل على المركز الثالث. هنا مشاهدين الاعزاء نيدان الاول للعشرين ايضا مركز متقدم. اعود الى الصدارة، اعود والعود احمد الى مقدمة الشوط الى المركز الاول ليجد هذه الاسماء القوية شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الاول. يتواجد ايضا راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم شعار هجن الرياسة، ولكن ابو سلطان في هذه اللحظات غير مع ايضا شاهين لهجن الرياسة. عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي، يلا يا ابو سلطان. الشوط الماضي اتى ايضا من المراكز الخلفية وتدخل في الامتار المجنونة، غير السيناريو في هذا الشوط، اشكرك يا ابو سلطان. وذهب الى المقدمة من البداية هنا ليقدم شاهين المركز الثالث. البترول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بقميص الينيبي المركز الرابع. مغامر ياتي لهجن العاصفة، هنا حمد بن راشد بن غدير. والمركز الخامس الوصول من نشوان لهجن العاصفة، يتواجد حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز السادس يتواجد في هذه اللحظات كفو لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز السابع الوصول في هذه اللحظات على سابع المراكز، ياتي صوغان لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد الهيان. الصادق فضل الامين، يلا يا الصادق، نباها تصدق مثل امس، نباها تصدق مثل امس مثل ما قدمت ايضا خمس نقاط ذهبية مع هذا الشعار الذي يحمل هذه النجمة العيناوية كما شاهدنا ايضا الخميسة في منافساتها وحصلت على شرف المركز الرابع في الشوط الرئيسي ايضا والشوط المفتوح الخاص بانطلاقته جني اصحاب السمو الشيو. نواصل هنا يا القمري، وصلنا الى المركز السابع او الثامن. هنا نشاب لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، بينما الوصول من سمران ياتي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. فيصل بن طالب بن شريم ياتي على المركز التاسع. المركز العاشر ايضا مكلف لمعالي الشيخ